اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى النهارده جبت لكم معايا ايه ده؟ الله، ده الحصان وحيد القرن السحري. كنت جايباه بقى ده الجزء الثالث من التجربه، حطيناه بقى في الميه وسبناه بقى كبر جدا. شفته كبر ازاي؟ ده كان صغنون قوي خالص، ده عمره تقريبا اسبوعين. سبناه بقى، شفته كبر ازاي؟ يا نهاري، ده كبر قوي 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 وطول، وحتى ديله كمان طول قوي. تعالوا بقى ان احنا نحاول ان احنا نطلعه ونشوف يا ترى بقى شكله عامل ازاي. بصوا جسمه اتغير خالص وكبر جدا، ورجليه كانت لسه قصيرة برضو بس كبرت، وهنا القرن بتاعه كمان طلع وجسمه تحس ان هو تخن كده. اوكي، اهو شكله بقى فعلا حلو جدا، ومش عارفة الصراحة هطلعه ازاي. جبت الاول الكارتل بقى وحطيته فيه. اوكي، ونفتح بقى ايه الازازة كده من فوق عشان نطلع كل المية اللي فيها. بص بقى فتحتها كده. اوكي، بقى كده هننزل بقى المية كلها في الكارتل. واو، شفتوا نزلتها بقى كده كلها اهي. اوكي، بص بقى الحصان شكله حلو ازاي لوحده، اهو بقى بان شكله بعد ما شلنا المية شوية. حاول بقى ان انا اطلعه من الازازة. ايه ده؟ يا نهاري، انا صباعي اصلا حتى مش طايله، ده طلع فيه حاجة صعبة اوي ان انا مش عارفة ان انا اطلعه من الازازة. احاول اجيبه بقى كده، اهو مسكته من راسه، يا رب يطلع بقى. ايوه، بخنقه اهو، هشده هشده هيطلع. ايه ده؟ الظاهر بقى ان جسمه اكبر بكتير من حجمه، من قصدي حجم الازازة. ده طلع الموضوع صعب جدا، مش عارفة الصراحة اقدر ان انا اطلعه ازاي. ممكن اجيب لكم فيديو تاني اكون بقى قعدت احاول مع نفسي كده. لو عندكم اقتراحات بليز قولها لي في الكومنتات عشان اعرف اطلع اليونيكورن ده الفظيع من المية، من ازازة المية الكبير قوي دي. بصوا بقى المية بتاعته كمان لزجة كده، وتحسوا ان في مية من جوه، بس شكله فعلا كبير قوي. الله، لا شكله فعلا حلو قوي. هنا بقى ايه المية بتاعته اللي طلعها؟ بصوا لزجة خالص، جريسي كده قوي. بس كانت تجربة حلوة جدا، وفعلا طلع ان هو سحري وكبر جدا 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 عما كنا حطيناه. ممكن تتابعوا اول فيديو عن قطر عيب الاطفال وتشوفوا بقى قد ايه كبير جدا. اتمنى يا اصحابي انه يكون عجبكم، هستنى بقى حلولكم عشان نقدر احنا نطلعه من العلبة دي. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. وحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.